رب العالمين. شيخ غفر الله لك العديد من الاخوان هداه الله واياهم ياتون متاخرين قبل تقام صلاه العشاء، واذا قامت الصلاه يزحمون في الصف الاول حتى ان بعض اللي في الصف الاول يفضل الصفوف الاخرى. هذا لا يجوز، الواجب على المسلم يا جاهل ان يقيم بالصف الذي يليه والذي يستولى، ولا يزاحم الناس ويؤذيهم، لا يؤذيهم. الله جل وعلا يقول: والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما كسبوا قد احتملوا البركان واثما مبينا. حديث من ضرب مثل الله فهو وشق على وجهه شق الله عليه. الواجب ان الانسان ينتهي حيث ينتهي الصفوف، ولا يضر الناس إلا إذا خرج يتسع أو راسب بينهما حتى يتسع له المكان فيدخل.